ده منظر علوي برضو، التماثيليات اللي احنا شوفناها من تحت. ايوه ده منظر المتحف، نشوف هنا مقتنيات التماثيل الذهبية اهيت. حورس كلها مقتنيات ذهبية. نشوف الناحية التانية في ايه، ده عبارة عن سرير اهوت، ده سرير وده ايضا سرير. نشوف هنا المومياوات ديت، في حركة في المتحف يعني، في سياحة. ده مكان تاني اهوت، صناديق خشبية كانوا بيشيلوا فيها مقتنياتهم. حاجة جميلة الصراحة. ده شكل كرسي، أيوة كرسي. ده ايه ده؟ ده درع. نعم يا التوبيت. ده برضه هو تابوت. توت عنخ آمون مفتوحة. طب جميل جدا جدا. دلوقتي احنا في قاعة توت عنخ آمون. طب احنا دلوقتي نصور كده واحنا ماشيين كده حاجات توت عنخ آمون، هنشوف كده. ايوه قاعة جميلة جدا، قاعة جميلة فيها محتويات. مقتنيات توت عنخ آمون 27 بالخباز. مقتنيات لا معجبات ذهبية. المقبرة توت عنخ آمون اشتهرت ان هي كانت كاملة، مفيش حاجة فيها ناقصة، وغنية بالتحف والمجوهرات والذهب. حاجة الصراحة جميلة جدا. يا سلام ايه الحلاوة دي.
حاجات من العقيق والدهب، مقتنيات قاعة غنية جدا جدا بالماسك بتاع عبد عنخ آمون. بص جميل ازاي، يلا يلا بينا.